المطحون ده سهل بقى في عمايله. ازاي؟ هتاخدي نص معلقة من الخرنجان اهو، تحطها في الكوب معانا اهو، وتبدأي عادي خالص تنزلي عليها بمية سخنة، مية تغلي مية، وبعد ما تغلي المية تنزلي عليها بالمية بتاعتك اهي زي ما انت شايفة، ويعتبر مشروب بديل اي حاجة هتشربها تاني. طيب، طب ليه بقى بيفضل المشروب ده؟ النهارده ده مشروب هو مشروب السكر التراكمي، مشروب لو خدتيه هيمسح لك ويحرق لك كل السكر اللي موجود في الدم كله، اللي هو مشروب الخرنجان. الخرنجان عشبة قوية جدا، معلقة من الخرنجان هتغير حياتك. ليه وازاي ناخدها؟ هو ده صميم الفيديو، تعالوا بينا نشوف ازاي والطريقة. النهاردة ان شاء الله معانا حاجة مهمة جدا جدا في تنظيم السكر التراكمي، ومش بس كده لأ، بتعمل على علاج وتنظيف السكر من الدم الزايد. طب ازاي ونعملها ازاي؟ طب ايه اللي معانا ده؟ اللي معانا ده يا جماعة بتسمى عشبة السعادة لمريض السكر، لان مشكلة مريض السكر زي ما انتم عارفين هي ايه؟ هي ان هو سكره التراكمي مش مظبوط، فبالتالي بتأثر على الاوعية الدموية وتأثر على مشاكل النظر وحاجات كتير. فانت لو نظمت السكر التراكمي فان شاء الله كل حاجة تتظبط. ايه اللي معانا بقى النهاردة؟ اللي معانا النهاردة هو الخرنجان. ده بيتجاب من عند العطار الخرنجان. في ناس بتعمله مطحون زي اللي ما انتم شايفين، وفي ناس بتعمله قطع. طب اني افضل؟ الاثنين صح، واقول لك الطريقتين ازاي لو انت عندك قطع او لو عندك مطحون زي ده. هو قريب قوي في الشكل من القرفه، قريب قوي منها، اسمها الخرنجان. لو حد عنده اسامي تانية في دول عربيه يكتب لنا يا ريت. طيب هو ليه اخترنا الخرنجان؟ هقول لكم على الطريقه دلوقتي، هنعملها مع بعض واقول لكم تشربوها ازاي وامتى عشان تجيب نتيجه. هو ليه في الفيديو ده اخترنا الخرنجان ده؟ الخرنجان ده يعتبر من افضل المواد اللي فيها الياف. مش بس كده، الالياف اللي فيه كتير بتظبط عمليه الهضم، فبالتالي لو كلت سكريات كتير مش هتزيد عندك في الدم. طب ليه برضو تاني في فيتامينات ومعادن؟ فيتامين بي 12، فيتامين اي، فيتامين سي، كل ده موجود فيه. في زنك، في حديد، في ما يقرب من فوسفور وبوتاسيوم، اللي هو البوتاسيوم اللي بنحتاجه. مريض السكري بيحتاج بوتاسيوم يا جماعة بطريقة كبيرة جدا، فالموجود في الخرنجان. في الخرنجان تجيبوه من عند اي عطار تقولي له احنا محتاجين الخرنجان. طب ليه تاني برضو اكتر مشكلة بتزعج مريض السكر؟ هي الالتهابات. التهابات بقى تجيله فين؟ في المسالك البولية، تجيله شوية التهابات في العظام، شوية التهابات في الأطراف، ودي اللي بتدخل في السكر التراكمي. ايه بقى اللي ينظم الالتهابات دي كلها؟ الخرنجان. يبقى انت دلوقتي نظمت السكر التراكمي، نظمت صحة جهازك العصبي، جهازك الدموي، فبقى عندك قدر كبير من الألياف والمعادن والفيتامينات في عشبة بتجاه. بدل ما بتشربي شاي، بتشربي قهوة، بتشربي أي حاجة تانية، اشربي مثلا كوب واحد من الخرنجان. زي ما احنا قلنا الخرنجان هيعوض لك جسمك وهيمنع السكر التراكمي اللي هو الاتش بي اي 1 سي اللي التحليل بتاعه احنا بنعمله، هيعوض الفيتامينات ونقصها من جسمك. طيب جينا لحتة مهمة قوي نعملها مع بعض، هي طريقة عمل مشروب الخرنجان. لما تجيبيها مطحونه زي ما انت شايفه هتعمليها ايه؟ كوبايه. نجيب كوبايه زي ما انتم شايفين اهيت، وهنبدا نعمل المشروب بتاعنا. طب انا دلوقتي رحت جبتها قطع في عند العطارين، يقول لك انت عايزاها قطع ولا مطحون؟ في ناس بتجيبها قطع. القطع بقى ليها طريقه تانية خالص. هتتعمل ازاي؟ هتجيبي اي برطمان كبير، وتجيبي لتر ميه من الحنفيه وتنقعيها فيها طول الليل. لو ده ايه؟ قطع. طيب انا ما جبتوش قطع، انا جايباه قدامكم ايه؟ مطحون.
المطحون ده سهل بقى في عمايله. ازاي؟ هتاخدي نص معلقة من الخرنجان اهو، تحطها في الكوب معانا اهو، وتبدأي عادي خالص تنزلي عليها بمية سخنة، مية تغلي مية، وبعد ما تغلي المية تنزلي عليها بالمية بتاعتك اهي زي ما انت شايفة، ويعتبر مشروب بديل اي حاجة هتشربها تاني. طب ليه بقى بيفضل المشروب ده؟ المشروب ده بنفضله زي ما احنا قلنا، هنقلب ونبدأ، لو عايزة تصفيه تصفيه، ده مشروب بالمية اللي احنا غليناه. انا واحدة تانية دلوقتي عايزة تجيب القطع وتنقحها طول الليل، ولما والصبح تقوم مصفيها وتشرب مية الايه المنقوع بتاعها. طيب ناخده امتى بالظبط المشروب ده؟ ده قبل اي وجبة تاخديه. يعني انت دلوقتي بتاكلي 3 مرات، ودي حاجة ما بنصحش بيه، خلاص قبل اي وجبة بنص ساعة تبدأي تاخدي مشروب زي ده كده. المشروب ده هيفرق معاكي في ايه؟ المشروب دوت لو خدتيه هينظم لك السكر التراكمي. لو جسمك او الدم بتاعك الاوعية مليانة سكر، والسكر ده عامل لك مشاكل، مش عارف يخش الخلايا، مش جسمك مش عارف يستفيد بيه، هتحرقهولك، يعتبر عشبة قوية جدا جدا. زي ما احنا قلنا هتجيبي هتنقعيها كده، هتحطي نص معلقة على كوباية مية سخنة، وتغطيها بس حوالي 10 دقايق كده، تغطيها. بعد ما تغطيها 10 دقايق معانا اهو، عشان ايه؟ ليه؟ اي وصفة عندك يفضل انك تغطيها، لان مشكلتها مواد متطايرة. مواد متطايرة لو ما لحقتهاش خلاص الوصفة ملهاش لازمة، خلاص نشيلها بعد 10 دقايق، ونشرب الكوب ده قبل كل وجبة. هتفرق معاكي في ايه؟ هتفرق معاكي في تظبيط سكرك، وخصوصا السكر التراكمي، اللي هو لو اتظبط ده دليل على انك متحكمة في سكرك بنسبة 1000000%. طيب العشبة دي انا مش عارف اشربها، ايه الطريقة التالتة اللي انا اعملها بقى؟ الطريقة التالتة لو خدت بالك ان هي توابل، تيجي كده على السلطة تاخدي نص معلقة منها وترشيها على السلطة، ده ريحتها يا جماعة ريحتها جميلة جدا جدا. يعني يبقى هنبتدي ناخدها مثلا نحطها على السلطات ونقلبها، نحطها على الاكل، توابل اعمليها كتوابل. فلو دمك مليان كله سكريات هتمحيه خالص، السكريات هتتشال خالص بفضل الله ثم بفضل ايه؟ وصفة قوية معانا زي الخلنجان. يبقى مشروب يتاخد قبل كل وجبة ان شاء الله يجيب نتيجة سريعة. واهم حاجة، اهم حاجة نصيحة مني، ظبطي اكلك، قللي الدهون، قللي السكريات. هو انا في مثلا في المشروب ده انا محطتش سكر، حضرتك لو انت بقى ما بتعرفيش تشربي اي حاجة الا بالسكر الا بالعسل، حطي معلقة عسل ابيض صغير عشان بس ايه الطعم. بس يفضل تقليلي سكرك، تعملي رياضة، وتحافظي على رجلك، عشان مشكلة القدم السكري تحافظي، حاولي تحافظي عليها. حافظي عليها ازاي؟ ان ما لبستي حاجة ضيقة وانا بقص ضوافر خلي بالي منها، اعمل رياضة بسيطة، اتابع سكر التراكمي بشكل 6 شهور. كل 6 شهور يا جماعة لازم تعملي حاجة اسمها تحاليل دورية للمريض السكري. عبارة عن ايه؟ ان انت بتروحي تعملي سكر تراكمي، بتعملي اللي هو ال HbA1c، بتعملي فحص نظر، فحص قاع عين، بتطمني على نفسك، وتعملي ايكو على القلب تطمني. دي كانت وصفتنا النهاردة باستخدام الخلنجان، اقوى وافضل مشروب تشربيه يظبط لك السكر التراكمي. في نهاية الفيديو بشكركم، لو استفدتوا والطريقة كانت عجباكم اعملوا لايك وشير، عشان ان شاء الله نزل لكم مجموعة فيديوهات هتعجبكم جدا. شكرا جدا لكم.